أهالي منطقة صباح الأحمد يشتكون من قضية الكسرات القريبة من بيوتهم. منا الإخوان في بلدية الكويت ناس يقولوا عطوهم لنهاية أربعة وناقل عندهم واصلة بيمددوا لهم. بلدية المواطن قبل الكسرات. عطوني التقرير. مساك الله بالخير اخوي محمد، الله يعطيك العافيه على البرنامج. اخوي محمد، حنا اخوانك من مدينه صباح الاحمد، اخوانك من مدينه صباح الاحمد قطع 2 قطاع A2. عندنا طال عمرك مشكله هالكسرات هذه، شوفت عينك، هذه الخلاطات وهذه الكسرات وهذه بيوتنا طال عمرك. شوف هذه البيوت، احنا ما صدقنا بالله تطلع لنا بيوت، جزاهم الله خير الحكومه ما قصرهم، لكن احنا عندنا المشكله هذه. اشتكينا في البلديه، البلديه جو هني وكلموا صاحب الكسارة أو إنه المسؤول عنها وقال أنا عندي ترخيص لواحد أربعة. فأتفاجأ في البلدية يقولوا لي هذا احتمال إنه يجدد. طيب وإذا جدد؟ قال والله مالنا، يعني مالنا علاقة، ما نقدر عليه إلا تروح للبيئة. وين أروح للبيئة؟ لكن الله يرضى عليك، الكسارات هذه مأذيتنا طال عمرك، وخاصة في الليل إذا جت الساعة 10 في الليل وغابت عنها الرقابة اشتغلت، ولا نقدر نفتح حتى الدريشة، ما نقدر نفتحها، لازم نسكر بشتر. عندي أطفال وعندي كبار السن، وتعرف السميت هذا الناعم هذا مو زين حق البيئة، ولا هو زين حق كبار السن وحق الأطفال. لكن حنا نطلب من الله سبحانه وتعالى ذم منك، إذا المشكلتنا حل عندك الله يرحم والديك حلها، ولا تقصر ويانا، ما بيني وبينها إلا الشارع هذا. إلى بلدية الكويت، المواطن أم الكسارات؟ أعتقد المواطن، ما يصير الكسارات بعدين المواطن. أتمنى من الإخوان المسؤولين وخاصة المنفوحي يشوف لنا أنه يساعد إخوانه المواطنين أيضا.